فخلونا نرحب بالدكتور هاني. يا مرحب بحضرتك يا دكتور. مساء الخير، أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، ويشرفني أكون معك في هذا البث المباشر. يا مرحبا يا دكتور. شفت ازاي هذه الزيادة اللي النهاردة البنك المركزي رفع بيها سعر الدولار سمعت فيه طبعا على العصر، البنوك سبقته على مدار 4 أو 5 تغيرات، انتهت تقريبا ل 26 و60 او 65 قرش في بنك الاستثمار باعتباره اعلى بنك للسعر ده. وبالتالي السوق السوداء وصلت في بعض الاماكن حتى مش بعيد عننا، يعني في مدينة نصر وصلت لأرقام زي 35.5 36، وكمان بيتهربوا من التنفيذ. هل اللي حصل ده كان متوقع ولا لأ؟ وإزاي نستفيد منه في تقليص الفجوة المفروض بين السوق السوداء وبين الرسمي؟ اتفضل يا دكتور. هو الحقيقة الأرقام اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي 34 والأرقام المشابهة دي، أنا مش شايفها. تمام. فالحقيقة أنا بتابع الصفحات اللي هي بتتكلم على سعر الدولار، بتابع جوجل نعم. بسيرش كي سيرش ووردز السوق السوداء والسوق الموازي وما شابه، مش شايف الأرقام دي. ولكن هذه الأرقام قد تكون الحقيقة مش أرقام للتنفيذ، ولكن أرقام هي حرب نفسية دائرة. نعم. ممكن يكون تم بها صفقة واحدة وصفقة صغيرة للغاية لإحداث سعر، نعم. إنما ما أعتقد المصادر اللي أنا لجأت لها واطلعت عليها ما جابتش الأرقام دي. إنما من المتوقع إن هيكون لازال هناك فجوة ما بين السعر الرسمي اللي هو تم إعلانه اليوم والسماح للبنوك بتخفيض الجنيه. ده كان أمر متوقع، والفجوة مش من المتوقع إنها هتختفي وتتلاشى مرة واحدة، لأن تلاشي الفجوة معناها إن البنوك والقنوات الرسمية عندها كمية كبيرة، موارد كبيرة ومستدامة من العملة الأجنبية. وده مش هو الحقيقة اللي واضح في الوقت الحالي، إنما يمكن يكون متوقع في الخطوة اللي خدها البنك المركزي دي لابد إنها تكون supported بموارد متوقعة في القريب العاجل، وخصوصا إن شايفين ان الشريحه الاولى من صندوق النقد الدولي، تمويل النقد الدولي، هتيجي او على وشك خلاص. في تمويلات اخرى تم التوصل اليها، انما تحديدا اللي بيدينا الامل ان في فعلا دولار موارد ماليه جاهزه، ان الحكومه قدرت، ان البنك المركزي قدر ان هو يغطي طلبات البنوك بالإفراج على البضائع المكدسة في المواني بقيمة 5.5 مليار دولار، وده مش مبلغ صغير. 6 وربع يا دكتور فأعتقد إن وصلنا هو دلوقتي. على حسب البيانات المعلنة، ما فيش، ما عندناش اللي هي الصورة الواضحة جدا اللي هي تسبورت ارائنا، انما الشواهد موجوده. الشواهد موجوده ان في دولار دخل تم استخدامه في الافراج عن المتاخرات اللي موجوده في المواني، وان قرار البنك المركزي او السماح بتخفيض العمله اكيد must support it، يجب ان يكون مدعوم ب ايضا موارد دولاريه. طيب يا دكتور، احنا شفنا تصريحات لرئيس الوزراء يوم الخميس انه كمان في 1.25 مليار غير ال5 مليار، اذا احنا قدام 6 مليار وربع اتصرفوا في المواني. في التقرير اللي طالع من فاينانشال تايمز اول امس بيتكلم فيه على انه بنك الاستثمار بيقول لازم نرفع الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي عشان نقدر نعوم الطاعون المرن اللي مطلوب من النقد الدولي. ازاي هنعمل ده واحنا مطالبين نحل الازمه اللي في المواني؟ برضه هنوجه ازاي التدفقات الدولاريه المنتظره للاحتياطي في حين احنا محتاجينها، او البنك المركزي هيلعبها ازاي بحرفيه بقى؟ ازاي تتلعب دي؟ هي لا هي دي السؤال ده يوجه لا، كرأي لمسؤولي حضرتك البنك كرؤيه يعني. المركزي. اتفضل. لا
كرؤية ان هو البنك، يعني احنا مهما كنا متابعين ومطلعين على الصورة من الخارج هناك، يعني اعتقد يعني في امور غير معلنة، يعني بتدعم قرار الحكومة بتوجيه كم معين من العملة الصعبة إلى الواردات، وأخرى إلى دعم الاحتياط وسداد الالتزامات الأخرى العاجلة على اللي هي تستحق على الحكومة المصرية. فيعني ليس كل، أعتقد يعني ليس كل ما هو يعني ملفات خاصة بهذا الموضوع هو معلن يعني أمام العامة، وأعتقد هو يعني هذا أمر يرجع إلى الحفاظ على يعني سرية الخطوات القادمة، حتى لا تكون هناك خطوات كاونتر أتاك من ناحية أخرى من أي جهة من الجهات التي يعني يهمها أن يعني تستمر السوق الأزمة. السوداء، السوق السوداء هي المقصود. هي احنا هو ازاي ناخد اجراءات يعني يا السوق دكتور؟ السوداء، لا يعني هي السوق السوداء طول عمرها موجودة في مصر، يعني مش حاجة بس مش يعني بالفجوة دي، فاحنا ازاي ناخد اجراء نقضي على هذه الفجوة بشكل ما، وفي نفس الوقت هنستفيد بهذا الحجم المهول من الدولارات اللي في السوق السوداء، او حتى مع المواطنين اللي بقوا مكتنزين وحفاظا على القوة الشرائية للجنيه فهربوا لتكنيس الدولار او حتى الذهب. ازاي برضو ندخل في هذا الخط؟ ما فيش عصا سحرية يا أستاذي، ما فيش عصا سحرية هتعمل الكلام ده، إنما كل قرار هيكون له آثار موجعة. نعم، يعني ما فيش للأسف. يعني أي قرار اقتصادي يؤخذ لعلاج هذه المشكلة سيكون له آثار أيضا سلبية إلى جانب آثاره الإيجابية. أعتقد أن تحرير سعر الصرف رغم من آثاره الجانبية الموجعة هو له مزايا، تفضل. وأعتقد أيضا أن رفع الفائدة بهذا المقدار الكبير الذي لم يكن في مخيلة المتابعين ده صحيح. وحتى المستثمرين، لم يكن أحد يتصور أنه ستكون هناك أوعية ادخارية 25%. كان ما يطمح إليه المستثمرين هو 22%، ربما 20 21% 22% بحد أقصى. كل هذه الحلول لها تكلفة ولكن أيضا لها مزايا، ومتخذ القرار وصانع السياسة هو مسؤوليته أن يوازن القرار بين العوائد وبين التكلفة. طيب دكتور، هل في فرصة لدينا للتهرب من شرط الصندوق، هو أبرزها أو اللي بتتكلم عنه رئيسة البعثة في مصر، التعويم المرن؟ هل عندنا فرصة نعمل ده، يبقى عندنا جزء أو شيء من التحكم في العملة؟ أعتقد أنه يعني نحن ذهبنا إلى الصندوق بصندوق النقد الدولي بإرادتنا الحرة، ونحن كنا غير مجبرين أو مدفوعين أن نذهب للحصول على تمويل من الصندوق، هو استمرت المناقشات عدة أشهر. فأعتقد أن الحكومة حريصة للغاية ألا تراوغ، وهي في وضع لا يسمح لها بأن تراوغ. إذا احنا رايحين على التنفيذ باعتبار ان احنا وقعنا على شيء من هذا القبيل او اتفقنا عليه. الحكومات التي تحترم تعهداتها أعتقد أنها يعني ستمضي قدما في تنفيذ تعهداتها. الاحتمال أو المرونة الوحيدة هو التوقيت، ربما يكون هناك نوع من المرونة والتفهم في توقيت اتخاذ القرارات أو الإجراءات، إنما التعهدات أعتقد لا يمكن التملص منها. وده في حد ذاته يعتبر جزء من الفرصة، على حسب شطارة المفاوض المصري مع مفاوض صندوق النقد. إن شاء الله نكتنز أو نحصل على أكبر فرصة في تعويض ده، خاصة وإحنا داخلين على رمضان وقدامنا تسعيرات جديدة وقوائم تسعير للسلع. عاوز أسأل حضرتك رأيك إيه اللي هيحصل في السلع كنتيجة مترتبة لذلك؟ هل اللجان التسعير اللي بيتم تشكيلها مع وزارة التموين تقدر تحد من
الارتفاعات اللي الناس خايفة منها، يعني ازاي نطمن الناس في السياق ده؟ يعني ربما يكون لدى الحكومة إجراءات أكثر صرامة، ولكن أعتقد من الناحية العملية من الصعب للغاية أن نلقي الكرة كلها في ملعب الحكومة دون أن يكون للمجتمع وللأفراد، للمجتمع المدني وللأفراد وأيضا للمؤسسات الدينية دور. فسلاح المقاطعة لوحده لن يكون فعالا، ولكنه يعني يجب أن يمارس، ويجب أن يعني يعي المواطن أن ما كان يعني نفس المستوى الذي كان يتمتع به من المعيشة قبل أزمة كورونا، حتى قبل أزمة كورونا، أن يستمر هذا دون أي تضحية منه. هذا الكلام لا ينطبق فقط على المواطن المصري، ولكن المواطنين في جميع دول العالم اللي هي بتعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم العالمي. فالمواطن عليه دور، الحكومة عليها دور، المجتمع المدني عليه دور، المؤسسات الدينية عليها دور. دكتور، هذا الصوت لكل المتابعين اللي بيسألوا، هذا صوت الأستاذ أو الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي والخبير المالي، في بنستمع لوجهة نظره فيما حدث اليوم ورؤيته لما سيحدث في قادم الأيام. دكتور، 25% نسبة ما كانش حد متوقعها بالفعل، تفوق كل التوقعات، البنك الأهلي وبنك مصر إلى أي مدى تعتبر معوضة للناس عن اللي حاصل فيه نسبة التضخم، سواء السنوية ب 25 أو الشهرية تقريبا ب 22.5%؟ هي أرقام التضخم الأساسي نعم. السنوي 21%، كويس. فعندما يمنح الوعاء الادخاري 25%، أعتقد نحن نتجه إلى تحقيق سعر فائدة حقيقي، وهو يحدث في ظل هذه الظروف الصعبة، وهو أعتقد هو أمر في حد ذاته يعوض المدخرين عن تآكل مدخراتهم بفعل التضخم. طيب دكتور، في السياق ده بقى ممكن اسال حضرتك سؤال فني اكتر فيما يخص الناس، طبعا بيهمها الدولار اللي معاها والجنيه، بتكلم انا عن المواطنين فقط، ما لناش علاقه بالتجار او اللي بيدير في السوق السوداء. ناس بتتكلم نبيع الدولار ونبدا نروح لهذه الشهادات باعتبار انه غرض رفع الفائده اصلا، سحب الودائع او سحب السيوله عفوا من السوق. لاي مدى ده مجدي للناس ومغري من ناحيه رفع الفائده للدرجه دي؟ يعني كل واحد يعني له يعني وجهة نظر في استثماراته نعم. وفي توقعاته المستقبلية لجدوى الاستثمار. إنما لو أنا يعني الشخص العادي المستثمر العادي، أعتقد أنه 25% لن يجدها في أي من أوجه الاستثمار الأخرى، فهي تعوض عن التضخم وتعوضه عن انخفاض العملة، وخصوصا أن سعر الصرف يرتفع بالتزامن. يعني قرار بتخفيض الجنيه المصري أيضا هو عامل جذب يعمل سويا مع القرار الخاص بتقديم وعاء بسعر عائد سنوي 25%، وهو أمر جاذب للغاية. جاذب للغاية أكتر للمستثمر الأجنبي يا دكتور عن المواطنين، ولا رأيك إيه في النقطة دي؟ احنا بنتكلم على وعاء بالجنيه المصري، نعم. ده يعني هو يعني لا يخ ما اعتقدش ان هو مخاطب، المستثمر الاجنبي مخاطب بشهادات الاستثمار، لا غير مستهدف، هو غير مستهدف بها. نحن نغازل او القرار يغازل المصريين العاملين في الخارج يعني العودة إلى نفس مستويات التحويلات التي كانت في الشهور السابقة، فهو أمر كاذب أعتقد، ولن يعني يجد يعني بديل في الوقت الحالي يعطي مثل هذا العائد، وخصوصا أيضا سعر الصرف تغير وتقريب الفجوة مع السوق السوداء يعني أصبحت أقرب. نعم. طيب دكتور، رفع سعر الفائدة 3% اللي من البنك المركزي الخميس اللي قبل الماضي، ويوم 27 أكتوبر كمان رفعنا 2%، لأي مدى فيه مغازلة للأموال الساخنة مرة تانية إنها
ترجع لقواعدها في مصر زي ما كانت السنة اللي فاتت، بالرغم من ان وزير المالية نفسه قال احنا اتعلمنا الدرس. يعني لا اعتقد ان الهدف هو يعني بصفه رئيسيه مغازله المحافظ الاجنبيه مره اخرى، لان المحافظ الاجنبيه اعتقد تجد في الدولار الاستثمار في السندات الامريكيه ملاذ امن، والاستثمار في الدولار الامريكي خارج الاسواق الناشئه هو يعني استمرار لنهج المحافظ الاجنبيه في وقت الازمات، فاعتقد انه ربما تكون يعني احد المؤشرات للصناديق الاجنبيه او المستثمر الاجنبي، انما ليس يعني العامل الاساسي هو التعويل على عوده الاموال الساخنه مره اخرى. طيب انا مقدر طبعا ان وقت حضرتك ضيق لمقابلات تلفزيونيه صباحا، ولكن خلينا اختم مع حضرتك بهذا السؤال. متوقع الفدرال الامريكي يرفع سعر الفايده، واحنا رفعنا الفايده على الشهادات دي بنسبه 25 فوق اللي احنا توقعناه بيمكن 2 او 3% زياده. هل هنرفع احنا الفايده كبنك مركزي مره تانيه اذا رفع الامريكان الفدرال الامريكي؟ وده يكون تأثيره احنا لا عملنا أعتقد، استباق بان احنا بندي شهادات ب 25 دلوقتي. لا مجال لرفع الفائدة مرة أخرى، رفع أي وتحديدا يعني أي رفع للفائدة مرة أخرى وتحديدا الفائدة الدائمة المدينة، يعني أعتقد أنه يعني يؤذي الاقتصاد أكثر مما يعني يجلب منافع، فيعني رفع الفائدة كما تعلم هو يعني يضر بالمقترضين، يضر بمستويات البطالة، يضر بمعدلات التشغيل ومعدلات النمو المرجوة، فأي رفع آخر حتى لو رفع المركزي الفدرالي الأمريكي الفائدة أعتقد أنه لن يؤخذ بعين الاعتبار. دكتور، هذا التخفيض سينعكس على التصدير ومن قبله الإنتاج، باعتبار إن إحنا هنحل أو بنحل في أزمة مستلزمات الإنتاج. إمتى ممكن نلحظ هذا الفارق في العجز التجاري أو في التصدير وكمان في الإنتاج، فبالتالي البطالة دي تقل والعمالة ترجع تاني للمصانع وما إلى ذلك؟ إمتى ممكن نلحظه؟ التصدير يبدأ بالإنتاج، نعم. وعلشان أعمل يعني أحفز الإنتاج ما هناك يعني مستلزمات الإنتاج يجب أن تكون متوفرة، فحل مشكلة البضائع المتراكمة ومستلزمات الإنتاج اللي كانت معطلة يعني هيكون لها دور أيضا في التشغيل وفي تحفيز وأيضا في التشغيل لأجل التصدير، فمن هنا تبدأ العملية يعني أحل مشكلة الواردات ومستلزمات الإنتاج اللي هي لازمة للتصدير، وكخطوة متوسطة الأجل لابد من إيجاد بديل للمستلزمات الإنتاج المستوردة وتصنيعها في مصر بالجودة الملائمة والسعر الملائم حتى تكون أيضا الصادرات المصرية في وضع تنافسي. كلمة أخيرة مش سؤال بقى قبل ما حضرتك تغادرنا، حابب تقول إيه للأيام اللي جاية للمصريين تطمنهم بيه على وضعنا الاقتصادي؟ أقول للمصريين جميعا نحن مقبلين على أوقات صعبة، ولكن مصر عدت في الماضي بأوقات أصعب. أنا من الجيل اللي عاش يعني كنت قافل يعني في يعني طالب في مدرسة، عشنا حرب 73 وشفنا الظروف الصعبة قبل ما قبل حرب 73 وبعد حرب 73 إلى وقت الانفتاح الاقتصادي اللي هو عمله الرئيس المصري السادات اللي هو أسس بدايات الاستثمار الأجنبي في مصر، فعشنا أوقات أصعب بكثير من الأوقات الحالية، وأنا عندي كل أمل وكل أمل أننا سننجو بإذن الله من هذه الأزمة شكرا. بالتعاون المصري المواطن، بفهم المواطن المصري حدود المشكلة واتجاهه لترشيد والتعايش مع الأزمة بشكل أكثر يعني ترشيدا ورشدا في الإنفاق وتغيير نمط الحياة.
كما يفعل باقي العالم. ده اللي احنا بنتمناه، ان شاء الله مصر تنجو من هذه الأزمة على خير، ونقدر نتدبر شؤوننا في هذا الموضوع، ونعدي منه على الأقل بأقل الخسائر، باعتبار ان في جزء كبير من هذه الأزمة مستورد لينا من الخارج. ان شاء الله نتجه لوضع احسن في ما هو قادم. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، وان شاء الله المرة الجاية تكون معانا صوت وصورة ونتوفق في عمل ده. إن شاء وبدعو الله. مشاهدينا يتابعوا حضرتك بكرة على الشرق بلومبرج في مقابلتك، وهذا التحليل المنطقي والمتوازن دكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي والمالي من القاهرة. شكرا جزيلا لحضرتك، تصبح على ألف خير. شكرا، تصبح مع على السلامة. خير، مع ألف سلامة، مع السلامة. دي كانت وجهة نظر الدكتور هاني أبو الفتوح، حبيت إن حضراتكم تسمعوها، ومش لازم كل وجهات النظر تكون من، انا شفت حد بيقول هات ضيف ما اعرفش منين، لا، هذا الضيف وجهة نظره بالنسبة لي موزونة كتير، بمصادر، بتوقعات محترمة، وقراءات لما هو قادم. ما قالكش الدنيا وردي، وما قالكش الدنيا خطر لحد الموت والإفلاس زي ما، لا كده ولا كده. فده التحليل المنطقي تقدر تقرا بيه، حتى وانا بقول له سعر السوق السوداء 36، قال لي لا انا ما سمعتش الارقام دي، وده حقه. ليه؟ لان هناك فرق، وقال لك انا بحثت على النت وشفت واحد اتنين تلاته وما لقيتش كذا، لان احنا بقى بس قال لك ايه، ممكن صفقه او اتنين اتنفذوا بده، لان احنا انا بعتمد مع حضراتكم على التسعير، بان حد يجرب مع واحد واتنين وتلاته ثم اقدر اطلع اقول لك ده. بعد كده شفنا بقى صحف عن البث بتاعنا اللي احنا عملناه بعد العصر تقريبا، بدأت مواقع تحط العنوان مصر الدولار ب 36 جنيه، سوق سودا. النقطة المهمة اللي قالها الدكتور هاني هي ايه؟ ان هناك خطوات سرية لا يفصح عنها علشان ما تجيش معاكسة من السوق السوداء او جهات لم يسميها الرجل. فانا او احنا كناس بنبقى ايدينا في الموضوع ومتابعين عن قرب ولينا اتصالاتنا، فبنبقى عارفين ان في أجهزة خارجية، خلينا نقول، أو سوق سوداء بره مصر بتبقى بتدير ذلك، والموضوع بيبقى غير نظامي قدام نظام مصرفي شغال بطريقة نظامية. إذا أعلنت كل شيء فعلا ممكن ده يحصل لك، بس المفروض إن أنت بتحتاط من خلال الأيام اللي فاتت. يعني إحنا ذكرنا كتير إيه اللي المفروض يتعمل، ونصحنا، وكنتوا بحضراتكم بتبقوا مشاركينا في ده. فأنت الموضوع بقى بالنسبة لك خلاص، انت دلوقتي بقيت عندك خطة، صاحب خطة. شكرا يا أستاذ محمد سعيد الأطرش، حياك الله على الاهتمام وعلى التواجد بهذا القدر. وآد اليوتيوب بدأ يا جماعة، أهلا بحضراتكم. الصوت تمام، الصوت والصورة تمام. معايا جنيه اشتري عقار ولا هيبقى فيه ركود؟ هو احنا رايحين للركود داخليا، بنتكلم على ركود، وخارجيا اخر واحد، وهو مش واحد عادي يعني عشان يقول لنا ان احنا رايحين للركود، هو جيف بيزوس نفسه بيقول لك حتى الاجهزة ما تشتروهاش. طبعا هم ما عندهمش تعويم، فبيتكلم على انه لا، ما تجيبش اجهزة، ما تشتريش، لو محتاج تلاجة جديدة ما تشتريهاش، محتاج تغير عربيتك ابقى على اللي معاك. مختصر النصيحة بتاعت جيف بيزوس ايه؟ حافظوا على السيولة، لان احنا داخلين على ركود. وحدد التوقيت، وفوربس نقلته عنه انه يا في نص 23 يا في اخرها، مرمزين الموضوع انه ممكن